اتفضل. نادي الزمالك الاهلي يعني ماشي بشكل مش كويس قوي، والاداء احنا شايفينه ليس على ما يرام، مش هو ده الاهلي اللي نعرفه من سنوات. لكن لما لعب نادي الزمالك استطاع انه يتغلب على نادي الزمالك. شايف مباراه القمه القادمه رغم ان الزمالك كعناصر افضل بكتير من النادي الاهلي، لكن الاهلي كسب، شايف ده هيتكرر في اللقاء القادم ولا الامر هيكون مختلف؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، لقاءات القمه يا استاذ عزت لها حسابات غير اي حسابات تانية. المباراه اللي فاتت اللي لسه ما كملتش 20 يوم تقريبا، اصدقاء الاهلاويه بيقولوا لا انت هتكسبه كتير، جمهور الزمالك داخل ومطمن، كل الناس كده، مش بيقول مين اللي هيكسب، بيقول هنكسب كام. دي اول حاجه، يا رب ما يكونش النتيجه كبيره. ما تكونش كبيره، دي اول، ده اول خطوه في الغرور اللي ادت للخساره. ليه؟ مباراه القمه حسابات اخرى، بيتولد نجوم غير اللي انت عارفهم. يعني ممكن تلاقي ايه مسمع في الاهلي مثلا قفشه او بواليا او مروان محسن او بيجي نجم من بعيد خالص، يظهر نجم من اداء خلال اداؤه في هذه المباراه، فلها نجوم بتتولد يوم المباراه. فجماهير الزمالك قاعده بتمني نفسها بمكسب، ومكسب عريض. فوجئنا بصدمه، الراجل كارترون سايب الشوط الاول استحواذ 70% للاهلي، بيتناقل الكوره في وسط دهشه الجماهير القليله اللي كانت موجوده في قلب الاستاد لحد ما الاهلي احرز هدف. طب انت مستني ايه تاني؟ ده هيتكرر في المباراه القادمه؟ ما اعتقدش، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. انت طالما كارترون عندك الفريق او التشكيل او التكتيك اللي تقدر ترضع بيه الاهلي وتسجل، ابدا بيه، وخلي الاهلي هو اللي يدور على التعادل، يدور ان يتعادل معاك او يعوض، مش تسيب المباراه للخصم يسجل. بعض الناس اللي قاعدين معايا عملوا نفسهم خبر، قالوا حسن ده هو سايب الاهلي بيجهده لحد ما يقضي عليه. عندي وجهه نظر انا عندي وجهه نظر في الجزئيه دي يمكن ما حدش اتكلم فيها خالص. اتفضل. وهي انا شايف ان الطريقه اللي لعب بيها المباراه السابقه، وايضا الطريقه اللي لعب بيها عدد من المباريات القويه، لعبها بفكر اسامه نبيه. بفكر اسامه نبيه عنده فكر معين كده من ايام ما كان مدرب عام منتخب مصر، انه مع كوبر. انا شايف ان كوبر كان بيدرب الزمالك في الشوط الاول ده، الفكر ده دي ما حدش عرض الفكره دي، ده احساس عندك؟ احساس عندي. حاسس ان الزمالك مش كارتيرون اللي كان بيدير الشوط الاول.